شطه. انا رب التقنيص وما حدا زكزتني اذا بتريد. قوم اقلبوا احسن ما كسروا. ليش تنفذ اذا بتريدوا؟ شوكولاتة. لا 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 إنتاج كتير كتير حلو لتلفزيون لبنان من إخراج عيسى سكيف. رح نحكيكم عنه أكتر بفقرة فتح عينك مع ريما وتشوفوا مشاهد عنه، لأنه للحقيقة نص ساعة كوميديا بغاية الطرافة وشغل كتير حلو صار من تلفزيون لبنان. لأول مرة أكيد في عنا هيك برنامج مع إفايات وتركاج وكتير كتير حلو. شطة بطة شيلي ليلى عشاء أرنبي والحشرة نيم شوف شطة بطة شو. وللحقيقة حضرنا أول حلقة وكتير ضحكنا، والليلة الأكل أرنبيت وللحقيقة كتير كان الإعجاب لهالبرنامج يلي بين أنه أخذ شغل كتير وفيه خيال كبير. بس هيدا أول عمل بلبنان هيك كتير هالتركاجات والإفايات. والتركاجات عم نشوفها هيدي شي كتير حلو، يعني أول مرة تنعمل بركة بالتلفزيون لبنان. يعني أكيد شطة بطة شو رح ياخد نجاح كبير كبير. حرام كمية سليمي ما ضبقته طالع الناس من البناية ما تكسرت. منهنيك لهالعمل اللي كتير حلو الحقيقة، ببرهن انه تلفزيون لبنان كمان دايما للأمام. وفي عندكم موعد مع شطة بطة شو نهار السبت ساعة 9، فترقبوا لانه للحقيقة بتمضوا نص ساعة ضحك ضحك ضحك. لك عدة اختصاصات عندك بالمسرح، ويمكن بتهتم بالموسيقى بالصورة، وهلأ جيت على وبالتمثيل طبعا، وجيت هلأ كمخرج تلفزيوني. وليش اخترت كبداية لك بالتلفزيون هالنوع من البرامج؟ Ah!
رجع الابن الستين. توافقوا انه كان فعلا اسلوب جديد. تسمحي لي بوسك عيد ميلادك؟ تبوسني وين؟